ماذا عن السوق نفسه؟ يعني تدخل السوق، تدخل اي محل يقول لك لا والله لا في بيع ولا شراء، ولما الاسعار كمان بتقفز قفزات غير مفهومة وغير مبررة، هل ده بسبب الدولار ولا بسبب ايه؟ لا، هو حالة عدم الاستقرار وتداول الأسعار في الأسواق هو اللي مخلي الناس، احنا طبيعة التجار انها بتبيع وبتشتري، لازم تستعوض الكمية المباعة دي لان هي دي السلعة بتاعته اللي بيبيعها، اللي من خلال بيعه وشرائه بياخد نسبة البروفيت بتاعته، نسبة الربحية البسيطة فيه. فهو مش عارف يبيع لانه ما فيش اسعار متداوله بتتقال، ويبيع بكام لانه مش عارف يستعوض الكميه. فمن هذا المنطلق الاشاعات اللي ابتدت تدور ونوع من انواع المخاوف اللي بقت يعني مشاعه ما بين الوسط التجاري، طبعا دي ادت للظهور ده. لكن كمان استاذ هاني، يعني بصراحه هناك شعور كده انه في مضاربات، يعني السعر بيتغير في اليوم الواحد، يعني حتى قبل حاله الاغلاق او حاله عدم البيع، خليني اسميها حاله عدم البيع اللي كانت موجوده في الاربع ايام اللي فاتوا، في مضاربات كل ساعه في سعر، انت خلاص ما بقاش عندك سعر ثابت، كل ساعه عندك سعر في كل محل في سعر، فيعني ايه سبب هذا الاضطراب؟ هو مش عدم بيع، هو عدم معرفة لسعر تداول، وده اللي مخلي عملية حتى المعروض للبيع ما بقاش معروف يتم التداول فيه على انهي اسعار. احنا بنأمل واحنا بنتمنى، واكيد ده هيحصل في الوقت القريب القادم، انه هنشهد الاستقرار، ومنتظرين طمأنينة وتوضيح من الجهات المعنية بهذا الامر لحقيقة ما تم، ونفي كل الاشاعات اللي بتشاع عن وجود حاجات مش مضبوطة.